اهلا ومرحبا بكم طلبه وطالبات الصف الاول الاعدادي، وحلقه جديده من برنامجكم سكول اونلاين وماده الايه الساينس. النهارده ان شاء الله باذن الله هنستكمل الحلقات اللي احنا خدناها المره اللي فاتت. خدنا ليسون 1 وخدنا ليسون 2 وخدنا ريفيجن على المسائل اللي هي قابلتنا، البروبلمز اللي موجوده. النهارده بقى هناخد درس جديد ويعتبر اخر درس في يونت 1، وان شاء الله يكون سهل. وبعد ما نخلص يونت 1 برضه هنعمل لكم الاسئله اللي احنا بنعملها على كل يونت، وطبعا اللي هيجيب الدرجه النهائيه برضه هنبعت التقدير زي الناس اللي خدت شهادات تقدير في الحلقات السابقه اونلاين. تمام. برضو لو حضرتك زي ما تعودنا، لو في اي سؤال خلال الحلقه حضرتك عايز تساله او ما فهمتوش جزئيه ما فهمتهاش، سواء في الحلقه دي او في الحلقات السابقه، حضرتك بتتفاعل معايا عن طريق الايه اللينك اللي ممكن هيظهر قدامكم حالا دلوقتي. برضو بتعمل له بسكان بالكيو ار كود ريدر، هيظهر لك اللينك على طول اللي حضرتك تقدر تتفاعل بيه، وده اللينك برضو اللي بتلاقي عليه التيست اللي احنا بنعمله على كل ايه يونت. تمام. طيب تعالوا نشوف بقى مع بعض النهارده هندرس ايه. النهارده هناخد ليسون 3 اللي هو بيتكلم عن الاتوميك ستراكشر اوف ايه اوف ماتر. عايزين نعرف اللي هو تركيب الذره اللي موجوده عندنا بتتكلم ايه، التركيب الذري للمادة. طيب اول حاجة احنا اتكلمنا عن ان الماتر consists of ايه مونيكيولز، ان المادة بتتكون في الحلقات السابقة من جزيئات. طيب المونيكيولز consists of ايه smaller particles called ايه atoms، يبقى الجزيئات بتتكون من جزيئات اصغر منها تسمى الايه الاتومز. طيب الاتوم عندي عبارة عن ايه، is the unit of matter can in chemical A reaction. اتوم دي عباره عن اصغر وحده موجوده في الماده يمكن ان تشارك في التفاعلات الايه الكيميائيه. تمام. يبقى انا بالنسبه لي عشان تبقى واضحه قدامكم، يبقى الاتوم بالنسبه لي it is this A, the smallest matter. دي اصغر حاجه موجوده في الماده، can share in chemical A reaction اللي هي بتقدر تدخل في التفاعل الكيميائي. تمام. طيب لازم نبقى عارفين الكيميكال سيمبلز اوف ايه اوف اليمنتس، ايه اللي هي الرموز الكيميائيه الموجوده للعناصر. تمام. دي هي ممكن هي موجوده عندكم في الكتاب بشكل اوضح، بس انك انت مثلا لو جينا لاحظنا الليثيوم اوله ايه الاي، عندك البوتاسيوم والصوديوم ان ايه. طيب طبعا كل الحاجات السيمبلز دي طبعا عليك حضرتك انك انت تحفظها، دي هتسهلك كتير جدا في انك انت تتعامل مع الحاجات اللي احنا هنقابلها خلال الدرس، وبالنسبه لك بتبقى ايه سهله. طيب السيمبلز دي يا ترى مكتوبه ازاي، اتكتبت ازاي؟ تعال نشوف هي المفروض بتتكتب ازاي. اي سيمبل من اللي احنا شفناهم دول represented by one letter or two letters، يعني يا اما بتكون حرف واحد او حرفين. طب تعالى نبص كده، نراجع كده نشوف كده فعلا حرف واحد ولا حرفين. بص كده الليثيوم ده كده ايه بيمثله حرفين، البوتاسيوم بيمثله ايه حرف واحد، يعني يا اما يمثله حرفين يا اما يمثله ايه حرف واحد. طب تعالى نبص كده اللي بعده، if one letter it is letter is written in a capital. لو اجي هكتب اي مفروض سيمبل بكتبه بايه بكابيتال لو هو حرف واحد. طب لو هو حرفين هتلاقي واحد كابيتال والتاني ايه سمول، هتلاقي واحد كابيتال والتاني ايه سمول. تمام. طيب يبقى if two the first letter هيكون in capital the second هيكون ايه in small. Elements have symbols taken from Latin A language. أنا المفروض واخدة الحاجة دي من اللغة اللاتينية مش اللغة الإنجليزية، فهتلاقي مثلا الصوديوم الرمز الكيميائي بتاعه NA،
الله، طب انتي مش قلتي بناخد اول حرف او اول حرف وتاني حرف؟ طب الجاي جه منين الان ايه ده؟ عشان ده اساسا معظم العناصر او بعضها بيكون مؤخذه من الايه، اللغه اللاتينيه. يبقى الصوديوم ده بالانجلش، لكن باللاتيني هتبقى ناتيوم. فعشان كده الصوديوم الرمز الكيميائي بتاعه بيبقى ايه، ان ايه، تمام. والبوتاسيوم والسيلفر، الحاجات دي هتلاقي ان الرموز الكيميائية بتاعتها بتبقى يعني مرتبطة اكتر باللغة اللاتينية. عشان لما تيجي تقولي هو ليه احنا ما خدناش الصوديوم اس، لا هو احنا خدناه ان ايه، عشان اساسا اللغة المفروض متاخدة من بعض العناصر هي لغة ايه، لاتينية. يبقى الصوديوم يبقى ايه، ناتيوم، يبقى ان ايه، تمام. طيب ذا اتوميك بقى كونستراكشن، التركيب المفروض الذري، التركيب بتاع الذره بيتكون من ايه. الاتوم عندي كونسيستس اوف نيوكلياس اند الكترونز. الذره عموما بتتكون من نواه والكترونات. طب النيوكلياس بقى بتتكون من ايه؟ It is the central core of the atom where its mass positive charges are connected. طيب يبقى عندي هي بتكون موجودة في منتصف الأتوم، وبتكون هي بتتركز فيها الكتلة بتاعتها، وبتكون الشحنة بتاعتها ايه، بوزيتيف. بوزيتيف يعني ايه، موجبة، تمام. طب ليه؟ طب تعالى كده نشوف هي جوه النيوكلياس ايه عشان تقوليلي ان هي بتبقى بوزيتيف تشارج. لو جينا بصينا هنلاقي النيوكلياس كونتينز، بتحتوي على ايه؟ بتحتوي على بروتونز، بتحتوي على نيوترونز. يبقى بتحتوي جواها على، يبقى دي النيوكلياس، تمام. يبقى انا عندي تاني الاتوم عندي بتتكون من نيوكلياس وبتتكون من الكترون، تمام. الالكترون هي بحرف الاي لو انتوا شايفينها دي. يبقى انا عندي النيوكلياس هنا بتتكون من حاجتين جواها، بروتونز اللي هي البروتونات اللي هي باللون الاحمر انتوا شايفينها دي، ونيوترونز اللي هي باللون الازرق لو انتوا شايفين، تمام. طبعا ده يعني رسمة توضيحية، هو في الطبيعة ما بتبقاش بالمنظر ده، بس احنا حابين ان انا ايه، ابسط لك الدنيا ماشية ازاي، تمام. لان الحاجات دي صغيرة جدا لا ترى بالعين الايه المجردة، عشان تبقى بالمنظر البسيط ده. يبقى انا عندي البروتونز which are ايه، هتبقى بالبوزيتيف ايه، تشارج. يبقى انا عندي البروتون بتبقى ايه، بالبوزيتيف. طيب النيوترونز لا، بتكون نيوترال. يعني ايه نيوترال؟ يعني متعادلة. يبقى انا بالنسبه لي الثانيه متعادله ودي بوزيتيف، عشان كده انا بدي للنيوكليوس اللي هي ايه، بوزيتيف تشارج، بديها شحنه موجبه، تمام. طيب الالكترونز بقى، الالكترونز بقى يا سيدي بيكون انا اديت المفروض النيوكليوس بوزيتيف تشارج، بديتها شحنه موجبه. طب الالكترونز لا، هديها اللي هي بتبقى خارجيه دي نيجاتيف تشارج، تمام. وبتبقى الكتلتها بتاعتها بتكون مهملة عشان هي بتبقى ايه، صغيرة. ايه اللي بيحصل بقى؟ الالكترونز دي عبارة عن ايه؟ they revolve around the nucleus، هي بتدور حوالين النيوكليوس at very high speed in energy. عشان كده انا قلت لك ان انت مش هتشوفها بالمنظر ده في الطبيعة، لان هي الالكترونات بتلف حوالين النيوكليوس بسرعة عالية ايه، جدا. في مستويات للطاقة، ايه هي بقى الليفلز اوف سيمبلز اللي عندي، اللي بيكون المستويات الطاقه اللي بتبقى موجوده بتلف فيها، الكي ال ام ان او بي كيو، تمام. ولازم تحفظوهم بالترتيب، وهنشوفهم ازاي نقدر نتعامل مع الليفلز دي، تمام. يبقى عندي الالكترونز هتبقى بيعملوا ايه، زي ريفولف اراوند ذا ايه، ذا نيوكليوس ات فيري هاي سبيد ان ايه، انرجي. يبقى هما بييجوا يلفوا حوالين النيوكليوس بسرعه ايه، عاليه. يبقى ده الاتوم ببساطه جدا بيتكون من ايه. يبقى انا عندي نيوكليوس، عندي ايه، الكترونز. النيوكليوس هتبقى ايه، شحنتها بوزيتيف تشارج. عندي الالكترون هتبقى نيجاتيف تشارج، خلاص. يبقى انا عندي هي هنا بوزيتيف وهنا ايه، نيجاتيف. طيب اللي جوه ده بيكون نيوكليوس موجوده فيها ايه، بروتون ونيترون. البروتون زي ما قلت لك، حتى انا كنت بعلمها بروتون وبوزيتيف، اللي هي عندي ايه، زي بي بي. نيوترون ونيوترال برضو ان وان، عشان لو الواحد ايه بينسى، تمام.
يبقى انا بالنسبه لي عندي الاتوم بكده بتتكون من نيوكليوس وكده بتتكون من ايه، نيوكليوس والكترونز. خلاص اظن كده مفيش ابسط من كده. طيب الالكترونز عندي بقى ريفولف اراوند، بتقعد تدور حوالين مين؟ ذا نيوكليوس، ان اوربتس، في مدارات known as energy A levels. يبقى عندي الالكترونز بتدور حوالين النيوكليوس في ايه؟ في energy levels. ايه هما الانرجي ليفلز؟ ما احنا لسه قايلينهم، ال K L M N O B A Q لغايه الاخر، تمام؟ وهنا بيوضح لك ادي هي دي النيوكليوس ودي الالكترونز اللي بتقعد تدور حواليها بسرعه ايه؟ عاليه، تمام؟ اعتقد هي كده ايه واضحه بالنسبه لكم. طيب نيجي بقى لحاجه، لما بنيجي نتفاعل احنا خدنا ان المفروض بصوا كده بنكتب العنصر ازاي، يعني الرموز بتاعه العنصر ازاي. يعني لو جينا اتكلمنا عن الليثيوم، شوفوا اول حرف مكتوب ازاي، كابيتال، والتاني مكتوب ايه، سمول، تمام؟ وقلنا ان هو الحروف دي بتبقى جايه من اللغه الايه، اللاتينيه، عشان لما تلاقي ان في حاجات مش مرتبطه باللغه الايه، الانجليزيه. يبقى انا عندي بالنسبه لي اللاثيوم، تمام، عندي لقيت فيه رقمين كده بيبقوا مكتوبين جنبه، ايه هم دول؟ عندي حاجه اسمها الاتوميك نمبر، تمام، ده العدد الذري، وعندي حاجه اسمها الاتوميك ماس اللي هو العدد الكتلي. طيب الاتوميك نمبر هو عباره عن ايه؟ It is the number of proton in the nucleus. الاتوميك نمبر ده عبارة عن عدد البروتونات اللي موجودة بداخل النواة. يبقى تلاتة دي يعني في عدد من البروتونات تلاتة موجودين النيوكليوس، تمام، او عدد من الالكترونات اللي موجودة عندي ايه بالخارج. طيب عندي بالنسبة لي الاتوميك ماس بقى، الاتوميك ماس تعال نبص هو عبارة عن ايه. الاتوميك ماس هو it is the sum، هو الجمع ما بين of protons and neutrons in the nucleus. السفن دي عبارة عن ايه؟ عدد البروتون مع النيوترونز. طب تعالوا كده نبص كده نشوف الناس ذكية ولا مش ايه، ومتابعانا ولا نامت ولا ايه. طيب انا عندي تحت ده المفروض الاتوميك ايه؟ نمبر. اللي فوق ده يبقى الماس نمبر، تمام؟ انا عندي الاتوميك نمبر كام؟ انا قلت لك الماس هو عبارة عن مجموع البروتونز، it is the sum of protons and neutrons. طب انت قلتي الاتوميك نمبر اللي تحت ده بيبقى عدد البروتونز، طب وده الاتوميك ماس عبارة عن البروتونز مع النيوترونز، طب يا ترى هنا النيوترونز كام؟ سمع ناس بتقول اربعة، برافو عليك. ليه؟ السفن دي جت منين؟ عدد البروتونز اللي هي عبارة عن الاتوميك نمبر، تمام، مع النيوترونز. طب ما هم كلهم مجموعهم سبعة والبروتون تلاتة، يبقى النيوترونز كام؟ هتبقى اربعة بالظبط كده. طبعا دي بتيجي مسائل عليها كتيرة جدا، لو انا حابب ان انا اشوف الناس هي فاهمة ولا مش فاهمة، والحكاية بتكون ايه؟ سهلة. انت بتكون عارف الاتوميك نمبر تحت بيبقى بيكون عدد الايه، النمبرز اوف ايه، بروتونز، اللي هي البروتونات، تمام. طيب او هي بتكون هي بتساوي نفس الحكايه عدد الايه، النمبرز اوف الكترونز، يعني نمبر اوف الكترونز او النمبر اوف بروتونز، دي الاتوميك ايه، نمبرز، تمام. طيب عندي الماس نمبر عباره عن ايه، باخد اللي هو السم اوف ايه، بروتونز اند ايه، نيوترونز. طيب انا جيت تحت كنت بقول لك البروتونز عددها ثلاثة، تمام. طيب اللي عندي اللي هو الماس نمبر عبارة عن ايه؟ بروتونز بلس نيوترونز. طيب البروتونز عندي انا عرفتها من الاتوميك نمبر 3، تمام؟ طيب يبقى انا بالنسبة لي اللي فاضل عندي هنا البروتونز 3 وعندي التوتال عندي 7، يبقى النيوترونز كام؟ 4. يعني اعملهم كده ماينس مع بعض، تلاقي ناس بقى قاعدة بتعرف بتحسب بايديها وحاجات كده يعني، تمام؟ يبقى انت بالنسبه لك لازم تكون عارف المفروض احسب الماس نمبر ازاي، واعرف الاتوميك نمبر بيعبر عن ايه، هتبقى الدنيا بالنسبه لك ايه، سهله.
اتمنى تكون الجزئية دي هي بسيطة جدا، فمش محتاجة ان انا اطول فيها كتير. انت اقعد كده المفروض السامبل اللي عندك وشوف الاتوميك نمبر والماس نمبر واقعد العب بقى، طلع لي البروتون، طلع لي النيترونز نيوترونز، البروتون والنيوترونز، واعرف الالكترونز وطلع لي فيهم مين فيهم الماس نمبر ومين فيهم الاتوميك نمبر. اظن الحكاية هتكون ايه سهلة. تمام، تعال نكمل مع بعض. نيجي يبقى انا كده خلصت الماس نمبر وخلصت الاتوميك ايه نمبر. طيب تعالى بقى بيجي يروح ايه زنقك شويه اسئله كده عشان نشوف حضرتك فاهم ولا مش فاهم. يقول لك ايه وات از مينت باي، ماذا نعني بيه؟ الاتوميك نمبر اوف كالسيوم 20. لو انا قلت لك ان العدد الذري بتاع الكالسيوم 20 ده معناه ايه؟ This means ايه بقى؟ That the number of protons in nucleus of calcium ايه 20. يبقى معنى كده ان عدد البروتونات اللي موجودة في النواة النيوكليوس 20. تمام؟ طيب لو جيت بقى رحت غلست عليك شوية ورحت قلت لك the mass number of calcium equal 40، لما اقول لك الماس بتاع الكالسيوم equal 40 ما ده معناه ايه؟ ان السم المجموع ال number of proton and the number of neutrons in the nucleus of calcium equal A 40. تمام؟ يبقى معنى كده ان مجموع البروتون ومجموع النيوترونز مع بعض في النواة بيساوي A 40. خلاص؟ يبقى انا بالنسبة لي الاتوميك نمبر equal A 20، يبقى بالنسبة لي ده معنى ايه؟ ان ال number of proton in nucleus of calcium 20. طب الماس اوف النمبر اوف كالسيوم، الماس بقى عباره عن ايه؟ ده مجموع البروتون والنيوترونز. تمام، this means that the sum of number of proton and a neutrons بيساوي ايه equal 40. اظن هي سهله اهو، هو دي اللي انا قاعده بقول لك عليها، انك انت تقعد تلعب مع نفسك كده وتشوف تقدر تحدد فيهم الاتوميك نمبر فين والماس نمبر فين. تمام، الصغير دايما هتلاقيه فين؟ تحت. ده بيسمى على طول الاتوميك ايه نمبر عشان ما تقعدش انك انت تلخبط نفسك. الكبير بيبقى ايه فوق، ده اللي هو الماس ايه نمبر. تمام، بالنسبه لك بتشوف زي ما انا قايله لك كده، بص السيمبلز مكتوبه ازاي، ادي اول حرف بيبقى كابيتال، تاني حرف بيكون سمول، وبكتب الاتوميك نمبر اللي هو اسفل اللي هو شمال العنصر بتلاقيه تحت كده، والكبير بيكون فوق، ده هو الماس نمبر. تعال نبص كده في شوية المسائل اللي موجودة ووريني شطارتك تقدر تحدد فيهم الماس نمبر والاتوميك نمبر. احنا جينا الالومنيوم هنا 13 و 27، عندي فين الماس نمبر وفين الاتوميك نمبر؟ عندك الاتوميك نمبر اهو الصغير اهو 13، عندك الماس نمبر 27. تمام، طيب النمبر اوف نيوترونز اعملهم ايه؟ ماينس من بعض يطلع لك الايه النيوترونز. ليه انت عملت كده؟ الماس نمبر احنا قلنا ايه؟ هو عباره عن عدد البروتونز اللي هي الاتوميك نمبر بلس الايه النيوترونز. صح، انا عندي الماس وعندي الاتوميك نمبر اللي هو مديهولي البروتونز، اقدر ان انا احدد ايه النيوترونز. نفس الحكايه عندي النيم، ادي 10 و20، ال20 دي مين؟ الكبيره، يبقى هتبقى مين؟ الماس نمبر، عباره عن ايه؟ بروتونز بلس مين؟ نيوترونز، يبقى الاتوميك نمبر 10 والنمبر اوف نيوترونز كام؟ 10. تمام، طيب الليثيوم، احنا اخدنا الليثيوم لما اتهرينا اهو، الليثيوم بالنسبة لي ادي عندي الماس نمبر والاتوميك نمبر، ادي الماس 7 والاتوميك ايه 3 والنمبر اوف نيوترونز ايه 4. طيب السال اللي هو عندي السلفر اللي هو الكبريت عندي 16 و32، برضو نفس الحكاية، اطلع الكبير فين؟ الماس نمبر والاتوميك نمبر واعملهم ماينس يطلع لي النمبر اوف ايه نيوترونز. اعتقد كده الدنيا ايه سهلة بالنسبة لنا شوية.
طيب نيجي بقى لجزئية تانية موجودة. احنا كده قعدنا نتكلم عن النيوكلياس وبتتكون من ايه، وعرفنا الماس نمبر والاتوميك نمبر. طب احنا بقى عايزين نتكلم شوية على الانرجي ليفلز، الحاجات اللي بره دي. يا ترى الكي ال ام ان او بي كيو اللي انت قاعدة تكلميني عليهم، وعايز اعرف هم ايه. الانرجي ليفلز دي هي مستويات الطاقة. The number of energy levels in the largest known atom is a 7 levels. أثقل ذرة عندي موجودة بتكون الإلكترونات متوزعة فيها في كم مستوى؟ في 7 مستويات. وباجي إن أنا أعبر عنهم بإيه؟ الكي والال ام ان او بي كيو، تمام؟ يبقى انا بالنسبه لي اول مستوى عندي بيكون هو الكي لغايه الاخر حاجه اللي هي الكيو. طيب الانرجي ليفلز بقى، سو ذا فيرست انرجي ليفل، اول واحد بيقابلني هو الكي، هاز ذا ليست ايه انرجي، يبقى اقل عندي طاقه. لكن اللي هو 7th انرجي ليفل اللي هو الكيو، هاز ذا هايست ايه انرجي، وبيكون اعلى واحد فيهم هو الايه الكيو، تمام؟ يبقى مش انا باجي ان انا اقول كي ال ام ان او بي كيو، يبقى اول حاجه قلتها هي الكي، يبقى ده اصغر حاجه بتاخد ايه طاقه، وبعد في الاخر عندي اللي هو الكيو، ده بياخد اللي هو اعلى ايه طاقه، تمام؟ طيب يبقى لو انا جيت بصيت يا ترى كل مستوى انرجي ليفل بالنسبه لي بياخد كام الكترونز، تعالوا نشوف مع بعض وايه اللي بيحكم العمليه دي. Each level has a certain number of electrons، يعني كل مستوى بيبقى ليه عدد من الالكترونات المحدده. طيب لو جينا خدنا الكي مثلا، بان هو بيكتمل عن طريق كام الكترون؟ لا، بان هو بيكتمل عن طريق 2 الكترونز. طيب ذا سكند ليفل الثاني بيكتمل عن طريق ايه؟ 8 الكترونز. طب الثيرد 18. طب عندي بالنسبه لي بعد كده هيبقى 32 لغايه اي ليفل بالنسبه لي هيقابل، سواء الرابع الخامس السادس والسابع حتى، يبقى اقصى عدد هيكون كام؟ 32، تمام. طب الارقام دي جايه منين؟ هقول لك بقى جايه منين، بس استنيني شوي. عشان احسب to calculate the number of electrons in the energy levels، عشان احسب الارقام اللي موجوده، ارقام الالكترونات اللي موجوده في كل مستوى طاقه، بيبقى عن طريق الرول دي اللي هي ايه؟ 2n باور ايه 2، تمام؟ 2n باور ايه 2. طيب ال 2 خلاص، ال n دي هي بتبقى ايه؟ الانرجي ليفل. الان دي is the number of energy level، يا ترى هو رقم واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا اربعة ولا اخر واحد اللي هو 7؟ وهنا ايه باور 2 ما فيهاش اي حاجة. طب تعالى كده نبص نطبق الكلام ده عشان انا مش فاهم. تعالى نشوف مثلا، انا عايز احسب the number of electrons which saturates the level A K، انا عايز اشوف عدد الالكترونات اللي ممكن تشغلها مستوى الطاقة K، تمام؟ احنا قلنا ان هو ايه 2n باور ايه 2. طيب ادي 2، ال n دي مستوى الطاقه هنا مستوى رقم كام؟ 1. باور 2 يبقى 2 الكترونز، يبقى ال k بياخد كام؟ 2 الكترونز، تمام. طب بالنسبه لي ال l ده المستوى الطاقه الثاني، يبقى انا عندي 2n اللي هو مستوى الطاقه الثاني باور 2 يبقى 8 الكترونز، وهكذا. طب ده احنا قلنا K L M، يبقى ده مستوى الطاقة رقم كام؟ 3. يبقى 2 N اللي هو رقم 3 اللي هو 3 و باور 2 18 A electrons، تمام؟ طيب K L M N يبقى ده مستوى الطاقة الرابع، يبقى 2 N اللي هو الرابع باور 2 يبقى 32 A electrons، تمام؟ يا ريت تكون مفهومه بالنسبه لكم. يبقى ده بالنسبه لي ازاي بحدد عدد مستويات الطاقه اللي بيشغلها كل ايه المفروض مستوى طاقه، تمام. طيب في حاجه بقى اسمها الكوانتم.
الكوانتم it is the amount of energy gained or lost by the electron when it transfer from one energy level to another. الكوانتم دي هي الكمية اللي بيكتسبها الإلكترون، سواء ان هو ينتقل من مستوى طاقة لمستوى طاقة ايه آخر، سواء ان هو يفقد أو يكتسب. يعني أنا بالنسبة لي لو الإلكترون gains a quantum، لو خد كوانتم، يبقى هو المفروض هيرتفع لمستوى ايه أعلى، زي ما كده ما يكون معاك فلوس فأنت هتبقى مستواك ايه حلو كده وقاعد بتصرف براحتك. يبقى it moves to higher energy levels. يبقى an electron gains quantum of energy, it moves to higher energy level. طب an electron loses a quantum of energy، لما بيفقد quantum، لا يبقى كده هينتقل لمستوى طاقة أقل. it returns to its ground state، يبقى هيرجع لمستوى الطاقة الأقل اللي هو المستوى الستيبل بتاعه. طيب the nucleus doesn't contain neutrons، يبقى لو ايه اللي يحصل لو النيوكلياس doesn't contain neutrons، ما فيهاش نيوترونز، ايه اللي يحصل؟ atomic number هيساوي الماس نمبر. ليه؟ لان الماس نمبر هو عباره عن نيوترونز وبروتونز، تمام؟ يبقى ده برضو الجزء بتاع الايه الكوانتم. طيب عندي بالنسبه لي انا لو excited اتوم اللي هي الذرة المصهرة دي عبارة عن اتومز جينز ا كوانتم اوف ايه انرجي، دي الذرة المصهرة هي عبارة عن ذرة خدت شوية ايه طاقة، فهي انتقلت من مستوى ايه طاقة اعلى لمستوى طاقة ايه اقل، تمام؟ طيب اخر حاجة عندي موجودة ان انا افرق ما بين الاكتف اليمنتس والانكتف اليمنتس. خلي بالك ان الاوتر ليفل دايما بتكون للاكتف elements، بتكون ان هي بتساوي less than 8 electrons، تمام؟ والانكتف بتكون has 8 electrons، هي بس اتبدلت معلش. الاكتف بقى elements don't share in chemical reaction، هنا اللي هو الانكتف ما بيخشش في اي تفاعل كيميائي، ولكن الاكتف هو اللي بيدخل في التفاعل الايه الكيميائي، تمام؟ طيب يبقى انا بالنسبه لي لو هاجي ان انا افرق ما بين الاكتف والانكتف، بالنسبه لي هعمل ايه؟ ان الاكتف بيكون اللي هو بيكون المستوى الطاقه الخارجي بتاعه اقل من اللي هو 8 الكترونات، فيقدر يخش في اي تفاعل كيميائي، واللي هو الانكتف بيكون مكتمل بال 8 الكترونز باللي هو الثمان الكترونات في مستوى الطاقة الخارجي بالنسبة لي، فان هو ما بيخشش في اي تفاعل كيميائي، تمام؟ طيب بالنسبة لي كده انا خدت كل حاجة مرتبطة ب lesson 3 اللي هو الاجزاء المرتبطة بكل الدرس ده مرتبطة بايه، هتعرف الاتوم بتتكون من ايه، هتعرف الاتوميك نمبر، هتعرف السيمبلز، هتعرف الماس نمبر تحسبه ازاي، هتعرف يا ترى ايه هو الكوانتم، هتعرف عرفت معايا اللي هو يعني ايه برضو اللي هو انك انت تعرف تفرق ما بين وتحدد البروتونز، تحدد النيوترونز، تحدد الاتوميك نمبر، الماس نمبر، الحاجات دي كلها، الاكتف اليمنتس والانكتف اليمنتس. طيب اتمنى تكونوا فهمتوا الدرس الثالث كويس جدا، وان شاء الله هنزل لكم التست على يونت 1 على اللينك اللي احنا اتكلمنا عليه، بتعمل بس سكان عليه وبيظهر لك على طول اللينك، يظهر عليه الامتحان، وان شاء الله لو انت حابب اي تسأل اي سؤال حضرتك بتسأل عليه. طيب اتمنى ان انا اشوفكم ان شاء الله الحلقة القادمة، وتكونوا فهمتوا درس النهاردة. شكرا ليكم.